ما شاء الله سعيد. الله يحفظك.
ده وين رايح؟ ما في صوت. حاط ميوت. حركات طير دباب. قدام قدام على الصدام. لا لا عادي عادي. بيس شيرات فيكم. والله خطر انه لايف هو شو اسمه. ايوه اخباركم وعلومكم يا حلوين. كبسوا شيروا لايف بليز. وش ذا المستوى؟ ما نبي نتفشل. زمان ما دخلنا لايف، زمان ما لعبنا جولات، زمان. هلا والله ارحب يا محمد، موجودة. عدنا اليوم، عدنا لكم من جديد. نبي شيراتكم، نبي تكبيس. حي هالطلة يا سالي، زمان عنك يا بعد عين يا ان ايه. حي عينك. مو بفلتر هذا، انا سويته. وين الفلتر؟ ها؟ ولا فلتر ولا اي شيء. هذا مكياج سينمائي انا اللي سويته. ناصر ريلاكس، حي عينكم والله. الدبل سيبدا قريبا. هذا كيف يتغسل؟ هذا امسك وجهي واحطه بمويه وكلوريكس وامردغه وامردغه وافرك 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 لين ما يروح. هذه اسهل طريقه، غير كذا ما راح يروح ترى الميك اب ذا. مره صعب. عادي مسحات ميك اب وكذا خلاص لين يروح. بس يمكن يومين عيوني وتجلس سودة اسود، خاصة الاسود. قل الالوان الثانية تروح. ويلكم سالي يا جماعة. السكور 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 السكور. هلا والله، هلا بالسمية حقي، ارحبي. هب هب حيك يا اني، حيك حيك حي عز مال العز يا اني. ارحب مليون حي ذا العين والله يا اني. حيك حي. هلا بك يا توأمي، ارحبي مليون، ارحبي يا قلبي. ها مستوى يا سعيد، وين مستوى؟ وينه؟ لا تشيل الميوت ولا شيء، خلك بس بالطريق. ما شاء الله عليك يا رسامة. يا بعد روحي يا ساري. كذا برضو ما دخلنا التصنيف، والله غريبة. صاير التصنيف هنا قوي. 88 حلو حلو حلو. لا في يعني مستوى فيه. وصلت أخيرا يا جماعة. شيرات شيرات تكبيس. نرفع اللايف. ان ايه لب والله قلبك.
ان ايه ريلاكس، لب والله عليكم. الو سعيد، يا جماعة ضيفوا ان ايه. الو الو ضيفوا ان ايه. ما ادري، احس اني كذا ما اسمع عشان الطرف الثاني حاط ميوت. الو، هلا، هاي هاي، اهلا اهلا، بعد غيبة. وش دخلت معك؟ كيف حالك؟ وش ذا الخلقه معك؟ وش بها؟ اكاو الخلقه، خلي وش بها. حلوه. من يقولها؟ انا اقول. والله ما احبك في الكذب. هذه شخصية فيلم رعب اسمه الراهبة. الراهبات قصدهم الجنية. جنية والساحرة الراهبة. مو بهالوين يا روحي، أنا متخصصي مكياج سينمائي، أنا تخصصي مكياج سينمائي، أقلد شخصيات ديزني، أسوي أشياء رعب، أسوي تقطيع ذبح، أجيب سكاكين زي كذا عليها دم. أنت وجهك لحاله رعب، ما يحتاج تكذبين علينا. أنا مزيون، أنا وين اللي رعب وجهي؟ أسمع، لا تتكلم علي تقول أنت وجهك رعب. والله ان شاء الله بالله يا كومنت، بالله وجهها ما هو ذا، ما اسالكم بالله، هذا الوجه غير عن الوجه الحقيقي اللي تشوفه انت. وجهي هيا الحين سكتي، لا ترفعينها في وجهي، لا ادخلها الحين في خنافرك. ادخلها الحين بعينك. ويلكم 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 جميع يما. ويلكم عبود. هاي اسمعي اسمعي، انا ما العب الا من جولتين والله. من جولتين يلا العب يوم الطين. اصلا عندك تنفيذ حكم ما انت منفذه لي. ولا اسمعي اسمعي، خذي حصانه بوصل البيت وازيد ارسل لك مره ثانيه. يلا اوكي لو وصلت. يلا باي. ها والله لبه ميله. ورب كعبه لبه ميله. ما يعدل الا ربي من فوق سبعه. نحن ندري، نحن منحن فاغرين. ندري. نعرف كيف نقول بها ونا. قالت ايش؟ قالت الراهبة. الله لا يبلانا، والله يا خلقتك انها تخرع. والله كذاب الفاضي. كيف حالكم يا عيال؟ بشروني عنكم. يا اخي لكم وحشة يا اخي. يا عيال والله وحشتوني يا عيال. بعمري عنكم الله يجعلها ترحب. الين تفنى مرحبا. جات الساعة 12 في الليل وانا ما مداني، يعني ما مداني اوصل البيت. قلت والله افتح لهم بث من فوق الدبة، والله افتح لهم بث من فوق الدبة وانا راجع للبيت. ها وقفت الحين، وقفت الدباب في بيت رحيمي رجال اختي، وقفت الدباب عنده واخذت سيارتي راجع البيت. بيتي هنا قريب نهاية الشارع ذي، خلاص وصلنا والله. ما هلا عشاني وعدتكم في السناب اني الساعة 12 بفتح، لكن والله تأخر، تبطيت والله. بشروني عنكم. وانت كذلك وحشتنا. بعمري الا خذيت غيمك. ونحن منتظرين من 12، ترى ما تاخرت الا 10 دقائق. خلى الكذاب الفاضي حقك واللخلخه. اسس؟ هاي يصبح. هاي يصبح يا محروم. وش من جديد؟ وكيف؟ وين رحتوا؟ وين جيتوا؟ باقي اوصل البيت انا ان شاء الله. اول ما اوصل البيت بقفل البث وارجع افتح على طول، نسوي تجديد للبث. وبرضه مره واحده نسنب، نكتب في السناب ترى نحن فتحنا، هيا تعالوا. فهمتوا؟
لأن البث زي ما تشوفون والله طايح اليوم مرة. لكن يبغالها شوية. خلاص أنا ما هلكد يا داور وقدنا وصلنا البيت. سمعت ولا لا؟ انشغلت والله انشغلت، رحت اشتريت ليها إن شاء الله بإذن الله اليومين هذه برجع النادي. ونقصت علي كنادر الكندرة حقتي ذيكايا انقطعت. لعبت فيها واحدة من بنات أختي الصغار. قعدت تغز فيها بالسكين لين تقطعت. ها ورحت أخذت لي واحدة الله المستعان ب60 ريال. وأخذت لي الله يكرمكم سروال طويل دي حق النادي اللي ما يروح. فهمتوا؟ اللي ما يطلع ريحة حتى لا منه جاء موية ما يروح. وأخذت لي واحد وأخذت لي فنيلة. وش أخذت لي بعد؟ بس أيوه. سروال وفنيلة وكنادر. الكنادر عشان بنت اختي ما تقطعها بتوسدها ب60 ريال ما ببلاش. لا تضحكون والله اني من جدي. خلاص وصلنا البيت نحوك البيت هنا. الحمد لله على السلام. اندر يا سعيد اندر اندر. اقول انحن انا مدري متى الله مدري متى ننتسم من ذي البطحة. كل في كل مكان بطحة، في كل مكان، في كل مكان، حتى الأسياب. أقسم لك بالله حتى الأسياب عندنا في البيت جوا أقسم لكم بالله إنها كلها بطحة. بطحة في كل مكان. خلاص يا محل نحن قهرنا من ذا البطحة، وقهرنا من ريحة الأسمنت، وقهرنا كل صبح وهم يدقون فوق رؤوسنا. خلاص يا محل وربك عم تفشنا ترى. أصبر افتح الباب لان المفتاح هني في الشنطة. اعطانيها واحد من الشباب الشنطة يا عيال وشغلتنا. والله لا شغلتنا. انا اصبر انا افتحكم اصبر. ايوه هني المفتاح هني احصل لها كده عاد والله اني ادري. ايوه وصلنا يا رفاقة وصلنا. وين نسيت المفتاح برا. هذا يا الفاغر. ايوه بسم الله نشغل المكيف. اللمبات ما شاء الله ونعم يا سعيد نسيتها شغاله. هم اخر الشهر تجيك الفاتوره ب 250 ب 300 يا فاغر. ولا ان حساب المواطنه فلح كله في بقعه وفواتير. سماعتي وين هي؟ كانت هنا مين شافها؟ السماعة والشاحن وحياة بقعة كلها. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. يلا حيهم يا نافدة من بدأ؟ الله يجعلها ترحب لين ما عاد يبقى مرحبا. ارحبوا يلا حيهم. الله يبقيك. ارحب يا قوطة. الكنادر نشوفها. ها ابشروا كرامة. اوريكم الكندرة اللي اشتريتها. هاي. يعني حاجة كذا يا حبابة يعني. لون اسود يعني ما فيها شيء كذا. ما هي من ذيك المزركشه. ما هي من ذيك المزركشه اللي تهول. عادي يعني اسود لون اسود عادي عادي. ها شفتوا تي اللي عادي اللي ما هي مزركشه. ها اقسم لك بالله انها ب60 ريال. ب60 ريال. ها عاد والله ما ادري هي تصلح للنادي ولا ما تصلح. سعيد نزل انك نسيت ما نزلت في السناب اني فتحت بث. ها اصبروا الشيطان جوالي الثاني اللي فيها السناب هنا لكن نسيت ما شحنته. نسيت ما شحنته الشيطان. ها اصبروا خلنا نطبزه هنا في الشاحن. ايوه ونشحنه.
ايش الكامري بتنسرق يا سعيد؟ او تنسرق الكامري؟ تنسرق بقوف ايش؟ ما قفلتها. بسيطة جدا، بسيطة جدا. الحين في زمن التكنولوجيا، هذا اسمه ريموت. هذا وش اسمه؟ اسمه ريموت. طين، خلاص خلاص انتهينا، تقفلت. ما يحتاج انك كما ايام الرصيدات وايام المونيتات تروح تقعد تفر المفتاح لينا، خلاص طق انتهينا. شفت كيف نحن في نعمة؟ والله اننا في نعمة نحسد عليها. رجال اختي رحيمي يا عيال معه جيمس، اسمعوا، معه جيمس والله انه يشغله تشغيل من الدور الرابع. انتم متخيلين من الدور الرابع يشطنك؟ خلاص تكنولوجيا يا ولد، ورب كعبة الصينيين واليابانيين يفكرون، معاهم عقول، الله عطاهم عقول وشغلوها، ونحن عقولنا فيشن. فيشن عقولنا اشتغلت. بكم سعر الشعير وبكم الطليان اليوم؟ هذا اللي نحن فالحين فيه. ها ها ها، شفت كيف؟ هذا الحين كيف الطريقة؟ من الله بين يديه. نسيتها شغالة، شغالة ولا سواقة؟ لا هي تطفي من حالها، تي كهربائية، تي ما هي بتحسبها كما سيارتك الدما. هذه السيارة تشتغل بالكهرباء، هي تشغل حالها وهي تطفي عمرها، هي فهمت؟ ما عاد تجي تنبيهات انك فتحت، شغل زر الجرس، ادخل على حسابي واضغط زر الجرس ان عشان اذا مني فتحت يجيك تنبيه. هاصبروا بالله، خلونا نشغل هني، هاي نعلم الناس اننا فتحنا عشان بكرة النهار ما يعبوا اللي طلبه، والله يعبوا اللي طلبه. زي البث حق قبل البارح، يا ولد ما هلا قفلت، يو يا ذيك الرا، ليش ما فتح؟ كيف ليش ما فتحت؟ انا دوبي قفلت، فتح لي 4 ساعات، كيف ما فتحت؟ قالوا والله ما جانا. ها عودنا، قلنا لا يا حبيبي، لا يا نافدة قلبك. ها يا عيال فتحنا بث، الله يحييكم، تعالوا. ايوه بعدين نحط الرابط حق، نحط الرابط حق، خلاص لا تقعد تكرر، ادخلوه. طق، خذ لك جزمه من دسداس او يا قليل الادب، عيب الكلام هذا حبيبي، عيب. تعشيت يا سعيد؟ وش اكلت؟ والله ما هلا كان سندويش فطير اللوزين، من اخذتها من البقال وعصير تفاح. خلاص انا صار عندي نظام يا عيال، والله صار عندي نظام، انا من اليوم ورايح ما عاد في غازات، البيبسي والحمضيات كلها ابغى اخرجها، ما عاد في ولا حبه خلاص، ولا عاد في كبسات. ابغى اكل رز، اخذ رز مسلوق زي حق الاندونيسيين وحق البنغاله، رز بدون ملح، بدون ملح، تاكل كذي والله لا طعم ولا زعم. الحاجة الثانية، ما عاد في دجاج مقلي ولا بروست ها ولا بطاطس، تدق من ذيك البطاطس صحن كامل ها، ولا انك كرشتك مترين قدامك. لا يا حبيبي، ما اندر اغطشوها كلها، تي حلها. الشوكليتة بغير، ما عاد بها ولا شكاليط، اقعد للجن. والطرطة كلها اندروها، والله خلاص يا اقسم لكم بالله يا خواصري، تعرفون خواصر وش يعني خاصره؟ الخاصره، اعوذ بالله من الشيطان، والله يا قهرت يا ابو عصره. مش اليوم اول ما صحيت عليكم وجه الله، خلوني ساكت.
أول مرة أشوف رجال يهتم في جسمه. يا أخي أنا ما أبغى أوصل لمرحلة بكرة يصل عمري 50 سنة 60 سنة ولا أنا ما عاد أقدر أتحرك من تفخم مثل الزافر مثل مسيوى اليوم. لا يا أخي، شوفوا اليهود والكلاب السود، الدولة اللي في أمريكا واللي في 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 الدول، قحم شيبة هلبة عمره 70 وهو يسعى جنب البحر، والحين عندنا قحومة لا منه وصل 50 سنة ما عاد يمشي إلا بعصاته بعكازه بالمشعب حقه. ها كيف 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 نقول بها نحن؟ والله لا غرنا من أول الزمان، والحين رز ولحم رز ولحم، خلاص خلاص. سعيد بنطلب لك طرطة وقهوة. أقول انقلع انقلع، والله لك تطلب لي 20 طرطة فلا تطب حلقي منها نتفة. طفح كيل ينعن شكلك، طفح كيل أبغى جواز. هيا ودكم نتوكل على الله ونلعب جولات يا عيال، ونتوكل على الله ونلعب جولات. ها وش رايكم؟ يلا بسم الله توكلنا على الله. ما عاد في لحم، لا ما عاد في لحم، ما عاد معك الا دجاجه ولا هي مطبوخه ولا ما معك الا ذيك اللي وش اسمه اللي على المشوي، مشوي على الفحم. ايوه خلاص ما عاد بها كيني ميني يما ارحميني. ما نزلت في السناب انك فتحت، كذاب ملا وجهك، دوبي نزلت خلا كذاب الفاضي، والله ما احبك اللسلسه. البث اليوم طايح، وش رايكم اقفل وارجع افتح؟ وش رايكم؟ البث طايح، اقفل وارجع افتح على طول، والله ولا حتى 10 ثواني. ما ادري عنكم والله، لان انا اشوف البث طايح، يعني ما هو ببثي غريبه، يعني البث اليوم به ميله. خلاص يا قوطه، ما هو عشان بديت رجيم تقعد تحقن فيها بالحلاوه البقريه. خلاص هاي الله يحييكم، هاي هاي بس توكلنا على الله، ندخل نشوف لنا من هي هذه.